And she's delivering training almost every week, Rima Barakalawfik. مساء الخير عليكم جميعا. اسمي ريما قدومي، انا جيت من الاردن علشان احضر التريننج. تفاجات صراحه انه في لي تكريم من سيد خالد، الله يعطيه العافيه. بدايه بدي اشكر او بدي اهدي هذا التكريم، او انا اعتبره انجاز بحد ذاته، بدايه لاسرتي، اولادي، زوجي اللي دعموني وكانوا معي، فرغوا لي شويه من الوقت حتى اتمكن اني اعطي تدريبات على اكمل وجه. طبعا بهدي هذا الشيء كثير رائع بالنسبه لي لفريق عملي الرائع من الفه الى ياءه، جميعهم ممتازين ورائعين. حقيقه بالنسبه لي التدريب كان مش ببالي ابدا صدقا، لكن يا جماعه بدكم تفهموا شغله، انه منتجات فور ايفر والخطه التسويقيه والجزيل العطايا مع فور ايفر بتخليكي تحسي انه انت إنسانة صاحبة رسالة، لازم تنقلي هذه الرسالة. يعني مش إحنا مش سفراء، إحنا رسل، تمام؟ أنت ذكرت كلمة الامبسل.